فختم القرآن هو ختم مهم بالنسبة للحدث، مهم يكون الإنسان حريصا على ختم القرآن دائما. لماذا؟ لأنك ستجد مع كل ختم كرامة من الله تبارك وتعالى. والله العظيم، والله تبارك وتعالى لا يضيع أهله كما قال الملك لأم إسماعيل في صحيح البخاري، الله ما يضيع أهله يا شيخ. أنت تظن أن الله تبارك وتعالى يضيعك يا صاحب القرآن، وأنك إذا سألت الله عز وجل أنت قد ختمت كلامه وحفظت عليه، توقع أن الله يعني يضيعك؟ يا عيبه، والله يا عيبه، أنت تظن بالله هذا الظن. الله تبارك وتعالى سيعطيك من الخير والبركة، ولكن أنت أقبل، والله ما يكلفك شيء. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.